الى طالوع مسؤول لجنه الاعلام جهه الدار البيضاء 16، بدا اليوم حنا في مدينه مراكش بعد ما كان واحد الانزال اللي كان مسطر المكتب الوطني انه انزال عندنا في مدينه مراكش. اليوم مره اخرى وما بقاش غريب علينا كنصطدموا بتدخلات القمعيه في حق اساسيه الذين فرضوا عليهم التعاقد. هاد الاساسيده اللي ماشي حبا فهاد التنكيل وفهاد القمع قاطعنا العطله ديالنا باش اننا قاطعنا باش نجيو نطالبوا بالحق ديالنا ديال ادماج سلك الوظيفه العموميه اللي باقي لحد الان حتى تصريح ما كنقدروش نديروه في الدوله التي تدعي حقوق الانسان والحريات. تصريحات اليوم حنا ممنوعين منهم، مقاربه قمعيه، رفس، تنكيل، قمع، سب بامور اللي يندى لها الجبين. السلام عليكم جميعا، تحيه نضاليه تربويه عاليه للجميع. كما يلاحظ الجميع اليوم النسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد دعت الى انزال ومسيره وتجسيد الوفاء لروح لشهيد القضيه عبد الله حاجي رحمه الله عليه. اليوم جينا لمراكش تلبيه لدعوه النسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لنقول بصوت واحد لا للتعاقد، نعم لإدماج أسلك الوظيفة العمومية. اليوم الذي يتزامن مع الشهر الفاضل شهر العيد الأضحى المبارك والذي نعم به الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وكل المتضامنين معهم باقتطاعات تجاوزت الألف درهم 1200 من الأجور الهزيلة ديالهم بالتزامن مع العطلة الصيفية بالتزامن مع عيد الأضحى. إذا هذا هو التكريم الذي يعرفه الأستاذ المغربي، هذا هو التكريم الذي نحظى به داخل منظومة التربية الوطنية المهترئة الذي عمها الفساد، هذا هو التكريم الذي يحظى به الأساتذة بالإضافة إلى ما تشاهدون ورائي الآن من قمع واستعراض الآلة القمعية لعضلاتها على الأساتذة العزل، الأساتذة الذين أتوا بكماماتهم وبصدورهم العارية للرصاص ليقولوا كلمة واحدة ويطالبوا بحقهم الذي يكفله لهم الدستور ألا هو الوظيفة العمومية. الأساتذة اليوم يقمعون، المسيرة اليوم لم يتم السماح بإنجاحها، لكن الناجح والذي نحن متأكدون منه هي هذه الصدور وهذه القامات العالية ديال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد التي حضروا واللي ما تيرهبهم لا قمع لا آلة قمعية لا اقتطاعات لا تهديدات لا متابعات. وبالتالي أختم، تحية المنابر الحرة، تحية التنسيقية، وعاشت التنسيقية الوطنية حرة صامدة مناضلة ومستقلة، ونحن على عهد الشهيد عبد الله حاجي لي ماضون ومستمرون حتى تحقيق النصر. تحية عالية للجميع.